هنا القاهرة عاصمة الخبر، مرحبا بحضراتكم في نشرة أخبار الثالثة. أهلا بكم وإلى أبرز العناوين. الدفاع الروسي تعلن مقتل 420 جنديا أوكرانيا وتدمير 5 مركبات ومدفعي هاوتزر. الرئيس المصري ورئيسة وزراء الدنمارك يؤكدان عزمهما تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر. وشباب الأطباء في بريطانيا يتظاهرون للمطالبة بتحسين الأجور، ومطارات ألمانيا تصاب بالشلل جراء إضراب عمال الخدمات الجوية. البداية من تطورات الأزمة الأوكرانية. مشاهدينا، نتحول الآن إلى واشنطن وكلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن. الوصول إليها ابتداء من هذا اليوم، يجب أن يتمكنوا من دفع الفواتير وأن يبقوا في العمل. لا يمكن أن يتحمل دافع الضرائب أي خسائر، أكرر، لا خسائر يتحملها دافعي الضرائب. المال سيأتي من الرسوم ونتيجة للإجراءات التي يقوم بها المنظمون. كل أمريكي يجب أن يشعر بالثقة أن ودائعه موجودة عندما يحتاج إليها. ثانيا، إدارة هذه المصارف سيتم فصلها، المدراء سيتم فصلهم وهؤلاء لن يبقوا في عملهم. ثالثا، المستثمرون في البنوك لن يتمتعوا بالحماية لأنهم خاطروا، وعندما لم ينجحوا في مخاطراتهم خسروا أموالهم. المسائل الخاصة بكيفية وصول هذه المصارف إلى هذا الوضع، يجب أن تكون هناك محاسبة لهؤلاء المسؤولين، وإدارة لا أحد فوق القانون. وأخيرا، يجب تخفيض مخاطر حدوث هذا من جديد. خلال إدارة بايدن أوباما بايدن كانت هناك قيود على مصارف مثل سيليكون فالي وسيجنتشر، وأردنا التأكد أن الأزمة التي رأيناها في عام 2008 لن تحدث من جديد. لسوء الحظ، الإدارة السابقة انسحبت من بعض هذه المتطلبات. أطلب من الكونغرس أن يعزز هذه القواعد كي يكون من غير المحتمل حدوث ما حدث مرة أخرى. نريد حماية الأعمال الصغيرة. الأمريكيون يمكن أن يطمئنوا أن نظام المصارف في وضع آمن وودائعهم آمنة، ولن نتوقف عند هذا، سنفعل كل ما هو لازم. أيضا دعونا ننظر على الوضع في إطاره الأعم. أحرزنا تقدما اقتصاديا في العامين الماضيين وخلقنا أكثر من 12 مليون وظيفة، أكثر من أي وظائف قام بتوفيرها أي رئيس سابق. أيضا المرتبات ازدادت، ورأينا أعداد غير مسبوقة من الناس يتقدمون بطلبات للبدء في أعمال صغيرة جديدة، أكثر من 10 ملايين. الآن البرنامج والتقدم سيستمر، وهذا نتيجة للإجراءات السريعة التي قامت بها إدارتي. حماية النظام. We'll be right back.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 420 جنديا أوكرانيا خلال الساعات 24 الماضية. أضافت الوزارة أن القوات الروسية دمرت 5 مركبات ومدفعي هاوتزر من طراز أكاتسيا وآخر من طراز ماسابي في خرسون، فضلا عن إسقاط 16 مسيرة أوكرانية. أعلن الجيش الأوكراني أن معارك ضارية تدور مع القوات الروسية التي تحاول السيطرة على وسط مدينة باخموت. من جانبه قال قائد القوات البرية الأوكرانية إن الوضع حول باخموت لا يزال صعبا، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تصد كل المحاولات الروسية للاستيلاء على المدينة. وأضاف أن مجموعة فاغنر الروسية تشن هجوما من اتجاهات عدة وتحاول اختراق الدفاعات الأوكرانية للتقدم إلى مناطق وسط باخموت. أعلنت روسيا إسقاط 4 صواريخ بمنطقة بلغراد القريبة من الحدود مع أوكرانيا. يأتي الهجوم الصاروخي الأوكراني بعد أيام قليلة من إعلان روسيا صد هجمات مماثلة على المنطقة. قال حاكم منطقة بلغراد الجنوبية الروسية إن الحطام المتساقط أسفر عن تدمير مباني وإصابة شخص واحد على الأقل، مشيرا إلى أن السلطات المحلية تعمل على تقييم الأضرار على الأرض في المنطقة. شكك سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف في صحة التقارير التي أشارت إلى أن جماعة موالية لأوكرانيا فجرت خطي أنابيب نورد ستريم في سبتمبر الماضي. وقال باتروشيف إن موسكو لا تعلم بالتحديد الجهة المتورطة في التفجير حتى اللحظة الراهنة، وأكد إصرار روسيا على موقفها بإجراء تحقيق دولي شفاف حول هذا العمل الذي وصفه بالإرهابي للوقوف على حقيقة من يقف وراء التخطيط له وتنفيذه. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس الصيني تشي جين بينغ سيتحدث مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للمرة الأولى منذ العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، وذلك عقب زيارته المنتظرة إلى موسكو الأسبوع المقبل، حيث إنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ورجحت المصادر التي تحدثت إلى الصحيفة أن يعقد اللقاء مع زيلينسكي أو يعقد افتراضيا، ورأت أنه يعكس جهود بكين للعب دور أكثر نشاطا في الوساطة لإنهاء الحرب. انطلقت اليوم في جنيف جولة جديدة من المفاوضات الخاصة بتمديد مبادرة حبوب البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية. تجرى المحادثات بين أكبر مسؤولة تجارية بالأمم المتحدة ريبيكا جرينسبان ومارتن جريفيث مسؤول تنسيق المساعدات بالمنظمة الدولية ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيريتشين. يأتي هذا قبل أيام من انتهاء العمل بالمبادرة في 18 من الشهر الجاري. ألمحت موسكو في وقت سابق إلى أنها لن توافق على التمديد إلا إذا تم رفع القيود التي تؤثر على صادراتها. أفاد مسؤولون أمريكيون بأن واشنطن بدأت مرحلة جديدة في العقوبات التي ستفرضها ضد روسيا على خلفية عملياتها العسكرية بأوكرانيا. قال مسؤول بالفريق الأمريكي الخاص بفرض القيود الاقتصادية على موسكو إن المجموعة تعمل في الوقت الراهن على تحديد المتهربين من العقوبات ومنتهكي مراقبة الصادرات. وأوضح أن الإدارة الأمريكية تركز جهودها على كيفية إلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي لوقف الحرب في أوكرانيا. كشف تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الدول الأوروبية تعززت وارداتها من الأسلحة الرئيسية بنسبة 47% على مدى السنوات الخمس الماضية. وأضاف المعهد أن أوكرانيا أصبحت ثالث أكبر وجهة للأسلحة في العالم مدفوعة بالمساعدات الغربية. مع استمرار الأزمة الأوكرانية التي دخلت عامها الثاني دون حل يلوح في الأفق أو بوادر اختراق يعيد الهدوء إلى أوروبا، أعيدت إلى الواجهة مرة أخرى صفقة الأسلحة والأرقام الخاصة بمقدار التسليح على مستوى العالم، لا سيما القارة الأوروبية التي تضاعفت واردات الأسلحة إليها في عام 2022
تقرير جديد لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام سيبري عزى ذلك إلى عمليات تسليم ضخمة إلى أوكرانيا التي أصبحت ثالث أكبر وجهة للأسلحة في العالم، مضيفا أن واردات السلاح ازدادت بفعل تسارع الإنفاق العسكري من جانب دول أوروبية عدة مثل بولندا والنرويج. وحتى العام الماضي وتحديدا قبل اندلاع العملية العسكرية الروسية لم تكن كييف مستوردا مهما للأسلحة، فبعد أن كانت في المرتبة 14 عالميا تحولت بشكل سريع إلى ثالث أكبر متلق للسلاح كنتيجة مباشرة للمساعدات الغربية المتدفقة على أوكرانيا. وبحسب بيانات سيبري استحوذت أوكرانيا على 31% من عمليات نقل الأسلحة إلى أوروبا وعلى 8% من إجمالي عمليات التسليم العالمية. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية زادت الواردات الأوروبية بنسبة 47% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، بينما تجاوز إجمالي النفقات العسكرية العام الماضي للمرة الأولى تريليوني دولار. هذه القفزة في الواردات الأوروبية ربما كانت متوقعة بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا، لكنها بحسب معهد ستوكهولم تسرع بشكل هائل الاتجاه التصاعدي الذي تشهده القارة العجوز نتيجة إعادة التسلح التي بدأت منذ سنوات عدة بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014. أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستقدم 5.6 مليار يورو إضافية لوزارة الدفاع على مدى عامين لتجديد مخزونات التخييرة. وقد أدى الدعم العسكري لأوكرانيا في مواجهة العملية الروسية إلى انخفاض في مخزون الأسلحة في عدد من الدول الأوروبية من بينها بريطانيا. ضغوط فرضتها الحرب في أوكرانيا على دول أوروبا مع الدعم العسكري على مدى عام لكييف، الأمر الذي انعكس على القدرات العسكرية لعدد من الدول، بريطانيا كانت من بينها. ووسط مطالب داخلية وخارجية لزيادة الإنفاق العسكري، كشف رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك أن المملكة المتحدة قررت استثمار 5.6 مليار يورو إضافية في قطاع الدفاع للعامين المقبلين لتجديد مخزونات الذخيرة وزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل. سوناك أرجع هذا القرار إلى زيادة عدم الاستقرار والتقلبات التي يشهدها العالم واحتدام المنافسة بين الدول في تعزيز قوة جيوشها، قائلا إنه من خلال الاستثمار في القوات المسلحة البريطانية على المدى الطويل ستكون المملكة المتحدة مستعدة للصمود أمام التحديات الراهنة والمستقبلية. هذه الخطط جاءت بناء على توصية وزير الدفاع البريطاني بن والاس الذي اعترف بأن الجيش بحاجة ماسة إلى الإسراع في تحديثه واستبدال معداته العسكرية، قائلا إن الجيش عفى عليه الزمن منذ نحو 15 عاما. وفي مفاجأة صادمة أخرى قال رئيس لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني توبياس إلوود إن قدرات جيش بلاده تؤهله للصمود 5 أيام فقط حال خاض حربا، الأمر الذي يهدد الأمن القومي للمملكة المتحدة. بينما انتقد القائد السابق للجيش البريطاني ريتشارد دانت ما يحدث مشيرا إلى أن الحرب في أوكرانيا كشفت حالة الترهل التي تعيشها القوات المسلحة بسبب سياسات التقشف. تعزيز قدرات الجيوش وتسليحها لم يعد رفاهية في ظل السباق المحموم الذي تخوضه العديد من دول العالم للتسلح، وتظل بريطانيا في مأزق تسعى حكومة ريشي سوناك جاهدة للخروج منه بأقل خسارة ممكنة. أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تقديره لنتائج المباحثات التي جرت مع رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن وحجم التفاهم بين الجانبين سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى المباحثات الموسعة التي جرت بحضور وفدي البلدين. وخلال مؤتمر صحفي مع رئيسة وزراء الدنمارك أكد الرئيس السيسي استعداد مصر لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل الشركات الدنماركية بمصر بما لديها من خبرة عالمية، مشيرا إلى أن هناك فرصة كبيرة للتعاون بين البلدين. لقد تحدثنا مع دولة الرئيسة على المستوى الثنائي في أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ويمكن الفرصة اللي موجودة في مصر سواء من كان موقعها الجغرافي أو البنية الأساسية المتطورة أو وجود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تسمح ان احنا نتعاون كثيرا في مجال النقل والشحن البحري، واحنا مستعدين زي ما ذكرنا ان احنا في مصر ان احنا نقدم كل التسهيلات المطلوبه لعمل الشركات الدنماركيه في مصر وبما لديها خبره عالميه في هذا المجال. ايضا تحدثنا على امكانيه ان احنا نتعاون في مجالات الطاقه الجديده والمتجدده والهيدروجين، ودي والتعاون في مجال الموضوعات التي تخص البيئة، ده طبعا يعني ارتباطا بما الجهد اللي مصر عملته في استقبالها لمؤتمر المناخ في كاب 27 في شرم الشيخ. وأكد الرئيس المصري أن حل مشكلة الهجرة غير الشرعية مرتبط بتسوية أزمات المنطقة وحل مشكلة البطالة التي تدفع الشباب في إفريقيا إلى الهجرة، وشدد كذلك على أهمية إيجاد حل للأزمة الروسية الأوكرانية بما يساهم في خفض التوتر لما لها من تداعيات كبيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة وفي العالم. مهم أوي أن احنا أولا القضايا والأزمات الموجودة في منطقتنا مهم أوي أن احنا نصل بها إلى مرحلة حل لهذه القضايا والأزمات اللي موجودة وصولا لاستقرار هذه الدول التي باستقرارها ستعمل على أن هذه المعابر من خلال الدول اللي بتعاني من اضطرابات تتوقف وتستطيع أن تسيطر على حدودها البحرية والبرية ولا تشكل معبرا لأوروبا، وأيضا تبقى سبب في استقرار هذا الأمر. ده نقطة. النقطة الثانية تحسن فيها أن أهمية أن مهم أو أن احنا نوجد حل يساهم في تقليل تحرك ونزوح الناس أو المواطنين من إفريقيا إلى أوروبا أملا في مستقبل أفضل وحياة أفضل. نقطة تانية احنا اتكلمنا فيها فيما يخص الأزمات الموجودة أن المهم أن احنا نوجد حلول وبسرعة وأيضا دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول. أيضا تحدثنا عن الأزمة الروسية الأوكرانية وأهمية الوصول إلى إيجاد حل لها يساهم في خفض التوتر وأيضا لما لها من تداعيات كبيرة جدا على الأمن والاستقرار في المنطقة منطقتنا وفي العالم كله. من جانبها أكدت رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن أن مصر تعتبر شريكا قويا للدنمارك وأوروبا في الشرق الأوسط، معربة عن سعادتها من نتائج المباحثات التي أجرتها مع الرئيس السيسي. وأوضحت ميتا فريدريكسن أنها ناقشت مع الرئيس السيسي التحديات التي تواجه العالم لا سيما التغيرات المناخية ومستقبل الطاقة الخضراء، في إشارة إلى تعاون الدنمارك مع مصر على تعزيز الطاقة المتجددة.
أنني أعتبر مصر كشريك قوي للدنمارك ولأوروبا، والشراكات بين مصر والأقاليم المجاورة هي مهمة في ظل التحديات العالمية. كذلك فإن فيما يخص الشراكة طويلة الأمد فإنها يجب أن تنبني على حوار يستند إلى الاحترام كما كان حوارنا اليوم، كما أننا كذلك الحوار كان مثمر فيما يخص القضايا الخاصة بالطاقة والهجرة غير الشرعية والتحديات العالمية التي نواجهها، والتزامنا المشترك نحو مستقبل مستدام لكل الأجيال القادمة وللشباب في مصر وفي أفريقيا وفي العالم. إلى ملف الإضرابات في أوروبا. بدأ الآلاف من شباب الأطباء إضراباً أمام إحدى المستشفيات في لندن احتجاجاً على الأجور، ومن المقرر أن يستمر لمدة 3 أيام. قال أحد الأطباء الشباب ببريطانيا إنهم يواجهون خفضاً بنسبة 26% بالأجور. من جانبه قال المدير الطبي الوطني بإنجلترا إن هيئة الخدمات الصحية الوطنية ستعطي الأولوية لرعاية الطوارئ خلال الإضراب. يعد هذا الإضراب هو الأحدث الذي يشارك فيه العاملين بالخدمة الصحية الوطنية التي تمول لها الحكومة البريطانية. أعلنت السلطات الألمانية إلغاء عشرات الرحلات بسبب إضرابات عمالية أثرت على نحو 100,000 مسافر. وتشهد المطارات في مدينتي برلين وهامبورغ إضرابا للعمال للمطالبة بتحسين الأجور. قالت نقابة العمال الألمانية إن الإضراب سيؤدي إلى اضطراب في حركة السفر وإلغاء وتأجيل مئات الرحلات. تواصلت الإضرابات في فرنسا احتجاجاً على رفع سن التقاعد ل 64 عاماً بعد أن صوت مجلس الشيوخ على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد. تسببت الإضرابات في عرقلة شحنة الوقود من المصافي الفرنسية، كما أدت إلى إغلاق مستودع وقود في شمال فرنسا. ومن المقرر أن تنظم النقابات العمالية إضراباً عاماً على مستوى فرنسا بعد غد الأربعاء، حيث من المتوقع أن تقوم لجنة مشتركة من المشرعين بمراجعة مشروع القانون قبل التصويت النهائي عليه. أثرت الإضرابات التي اجتاحت باريس مؤخرا احتجاجا على رفع سن التقاعد أثرت في خدمات جمع القمامة في العاصمة الفرنسية، حيث توجد أكوام من النفايات في العديد من شوارع المدينة بما في ذلك تلك القريبة من المعالم الأثرية. وأكد مجلس مدينة باريس أن نحو 5,400 طن من القمامة تنتظر جمعها نظرا لإضراب جامعي القمامة ضد إصلاح نظام التقاعد، ولم تحدد نقابات جامعي القمامة موعدا لاستئناف الخدمات. لمزيد من المتابعة نتحول إلى رغدة منير. إليك رغدة. مرحبا رغدة ودينا، شكرا لكما وأهلا بكم. عبر سكاي من برلين ينضم إلي السيد ميسر بكور مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات. سيد ميسر أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. ما السر في انفجار موجة الإضرابات والاحتجاجات في أوروبا مؤخرا؟ لماذا بدت هكذا منتشرة كالنار في الهشيم؟
تحياتي لك وللسادة مشاهدي القناة القاهرة الإخبارية. طبعا الكلمة السر الرئيسية هو التضخم وارتفاع الأسعار الناجم عن الغزو أو العدوان الروسي على أوكرانيا، ولكن هناك أسباب مختلفة تختلف بين دولة وأخرى. مثلا في بروكسل، المظاهرات في بروكسل تختلف عن المظاهرات في بريطانيا، ولكن معظم هذه المظاهرات وحتى في ألمانيا، يعني في بروكسل مثلا يتحدى العمال والفلاحين خرجوا بمظاهرات بسبب قرار الحكومة حول موضوع النيتروجين والسماد وتخفيض الأسمدة، تظاهر الفلاحون هناك. في ألمانيا وفي بريطانيا مثلا، هو مثلا في بريطانيا مطالبة في رفع، أو في ألمانيا رفع ساعات العمل الليلية، رفع أسعار ساعات العمل الليلية، مثلا بدل ما أن تكون 15 أورو باليوم بالساعة ممكن تصبح 17 أورو في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم. طبعا في وموضوع مهم وفي غاية الأهمية هو يقولون بعدم تكافؤ ساعات العمل مع الأجور، وعدم وجود فرصة للموظفين في أوروبا عامة بوقت كافي للجلوس مع عائلاتهم، لأن أوقات العمل طويلة وطويلة جدا. يعني أنا أرى أشخاص هنا في ألمانيا يذهبون للعمل في الساعة 5 صباحا، يعودون في حوالي الساعة 8 مساء، لأنهم عندهم دوام من 8 حتى 6 يومين في الأسبوع. في السويد مثلا بدأت تجربة 4 أيام في الأسبوع، ابتداء من هذا الأسبوع بدأوا تجربة 4 أيام فقط عمل. بالتالي كل هذه المظاهرات أو الاحتجاجات، بفرنسا مثلا هناك المظاهرات بسبب رفع سن التقاعد. طبعا سبب رفع سن التقاعد في فرنسا لأن صندوق التقاعد يعاني من انخفاض في وارداته. هم يقولون بأن الأشخاص الذين يتقاعدون في سن 62 يعيشون. تفضل سيد ميسر، تفضل أكمل التصريح. في فرنسا، في فرنسا يقولون أن الأشخاص الذين يخرجون إلى التقاعد في سن 62 يعيشون فترات أطول، قد يعيشون إلى سن 80 سنة. بالتالي 25 سنة صندوق التقاعد يدفع لهم أجور، على عكس من ألمانيا معدل السن هو أقل. نعم. والتقاعد 64. بالتالي صندوق التقاعد لديه الكثير من الموارد. يعني هم يختلفون هناك في فرنسا على الأعمار، ولكن دائما المشكلة الرئيس هي التضخم وارتفاع الأسعار، وخاصة أسعار الطاقة الناجمة عن وقف استيراد الغاز الروسي. وهذا سيقودنا إلى نقطة مهمة سيد ميسرة. لم نعتد في أوروبا خروج مظاهرات قد تطالب باستقالة حكومات، قد تطالب بتوجيه القادة السياسيين نحو كيف يمكن توظيف علاقات الدول الأوروبية دبلوماسيا وسياسيا. هذه المرة الأمر يبدو مختلف. هل يمكن لأوروبا أن تكون أو يحتمل أن تواجه شبح عدم استقرار سياسي أو اقتصادي نتيجة اضطرابات داخلية؟ بالنسبة للموضوع السياسي، هناك استقرار سياسي، لا يوجد تغيير حكومات إلا عن طريق الانتخابات أو استقالة الحكومة كما فعل وزراء رؤساء الحكومة في بريطانيا أكثر من شخص. رئيس الوزراء التي بقيت 44 يوم، وقبلها عندما خسر الرئيس الوزراء السابق في موضوع البريكسيت والخروج من الاتحاد الأوروبي استقال لرئيس الحكومة. بالتالي استقرار سياسي موجود، ولكن عدم استقرار اقتصادي، عدم استقرار معيشة وحياة اجتماعية آمنة. هناك الكثير، يعني هناك دراسة أجريت في ألمانيا يقول أن أكثر من 60% من الأشخاص يعيشون حالة من القلق والتوتر والأرق، عدم قدرة على النوم بسبب التخوف من المجهول والتخوف من المستقبل بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم وعدم القدرة على التعايش مع هذه الأوضاع. كذلك في بعض الدول، مثلا في بريطانيا هناك 500,000 عامل خرجوا من القوى العاملة نتيجة أوكرانيا ونتيجة المرض كوفيد الذي ضرب في السنوات الماضية. خرج هؤلاء 500,000 من العمل، الآن يريدون العودة إلى العمل من أجل الحصول على الاستقرار المعيشي والحياة. هؤلاء يعيشون في قلق، وهؤلاء يقومون بالاحتجاجات. طبعا الحكومات تحاول أن تساعد المواطنين، يعني مثلا في ألمانيا قدمت مساعدات الحكومة حوالي 250
أورو لكل مواطن أو للعاطلين عن العمل أو الذين يحصلون على المساعدات الاجتماعية في إيطاليا في إسبانيا. ولكن لو نظرنا، أنا الآن كنت أطلع على كل الاحتجاجات تقريبا في أوروبا كلها، من فنلندا إلى اليونان إلى بروكسل إلى إسبانيا إيطاليا، كل هذه الدول فيها إضرابات. السبب الرئيسي هو مفهوم. التضخم وارتفاع الأسعار، والأمر الآخر هو عدم توازي ساعات العمل الطويلة مع الأجور. هذا يعني كثير بشكل كبير سيد ميسرة لإحداث اضطرابات داخلية بالفعل قد تهدد من استقرار هذه الدول. سياسين على كل حال شكرا لك من برلين، كنت معنا السيد ميسرة باكور مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات. هذه عودة مرة أخرى إلى دينا زهرة ورغدة أبو ليلى لاستكمال باقي ملفات هذه النشرة، تفضل. شكرا لك رغدة. أكد رئيس الصيني شي جين بينغ أهمية تعزيز قدرة بكين على حماية أمنها القومي، وقال شي إنه من الضروري المضي قدما لتطوير الجيش وتحويله إلى جدار كبير من الصلب. الأمن هو أساس التنمية، وعلينا تنفيذ نهج شامل للأمن القومي وتعزيز قدرتنا على حماية أمننا وتعزيز إدارة السلامة العامة. علينا المضي قدما في حملة التعبئة فيما يتعلق بالدفاع الوطني والجيش وتحويل الجيش الصيني إلى جدار كبير من الصلبة، مما سيمكننا من الدفاع بشكل فعال عن سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية. حذر رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ بأنه سيكون من الصعب على الصين أن تحقق هذا العام هدفها للنمو البالغ 5%، والذي يمثل أحد أدنى مستويات النمو منذ عقود بالصين. وأضاف تشيانغ أن تحقيق هدف النمو والإصلاح الاقتصادي لن يتحقق إلا ببذل مزيد من الجهد. سيكون من الصعب تحقيق هدف نمو بنحو 5% هذا العام، وسيتطلب الأمر بذل الكثير من الجهد والعمل بجدية أكثر نظرا لوجود العديد من التحديات التي تواجهنا. والدولة من جانبها ستنفذ نظام الحكومة المركزية بشكل دقيق وثابت، وستدعم بشكل كامل اندماج هونغ كونغ وماكاو في التنمية الشاملة للبلاد. مشاهدينا نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. بايدن يؤكد أن النظام المصرفي الأمريكي مستقر، ويشدد على محاسبة المستثمرين الذين يخاطرون بودائع الأمريكيين. القاهرة عاصمة الخبر، نجدد التحية. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الأمريكيين يجب أن يطمئنوا بشأن سلامة النظام المالي للولايات المتحدة. وأضاف بايدن في كلمة له أن إدارته لن تسمح بحدوث خسائر للمودعين في البنوك. لا خسائر يتحملها دافعي الضرائب، المال سيأتي من الرسوم ونتيجة للإجراءات التي يقوم بها المنظمون. كل أمريكي يجب أن يشعر بالثقة أن ودائعه موجودة عندما يحتاج إليها. ثانيا، إدارة هذه المصارف سيتم فصلها، المدراء سيتم فصلهم وهؤلاء لن يبقوا في عملهم. ثالثا، المستثمرون في البنوك لن يتمتعوا بالحماية لأنهم خاطروا، وعندما لم ينجحوا في مخاطراتهم خسروا أموالهم. المسائل الخاصة بكيفية وصول هذه المصارف إلى هذا الوضع، يجب أن تكون هناك محاسبة لهؤلاء المسؤولين، وإدارتي لا أحد فوق القانون.
أعلن بنك HSBC الاستحواذ على الوحدة البريطانية لبنك سيليكون فالي الأمريكي الذي أعلن فشله في تغطية ودائعه بالولايات المتحدة. وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت إن الحكومة وبنك إنجلترا سهلا عملية البيع الخاصة بالوحدة البريطانية لبنك SVB إلى بنك HSBC، مشددا على أن الودائع ستكون محمية دون أي دعم من أموال دافعي الضرائب. أشار جيريمي هانت إلى أن عملية البيع تمت عبر بنك إنجلترا. النظام المصرفي في المملكة المتحدة آمن للغاية ويتمتع برأس مال جيد، وأعتقد أننا أظهرنا هذه المرونة من خلال ما كان يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع. لقد واجهنا موقفا كان من الممكن أن نرى فيه أكبر وأهم شركاتنا الاستراتيجية قد تم القضاء عليها، مما كان سيمثل خطورة كبيرة، ولكننا قد نجحنا خلال العقد الماضي في بناء ثالث أكبر اقتصاد تقني في العالم بعد الصين والولايات المتحدة. لذا كنا دائما نشدد أن وبنك إنجلترا على التأكد من وجود حلول دائمة لأي أزمة. قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية إن السياسات الجديدة التي أقرتها جهات تنظيمية إزاء إغلاق بنكي سيليكون فالي وسيجنيتشر اتخذت لإحلال الاستقرار في النظام المالي وحماية المودعين لا تشكل خطة إنقاذ مالي لأي منهما. أضاف المسؤول أن دافع الضرائب الأمريكيين لن يتحملوا أي خسائرها لأي من البنكين. ذكر المسؤول أن تلك الخطوات ستعيد ثقة السوق جنبا إلى جنب مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي ستسمح بإتاحة الأموال أمام المؤسسات المالية المؤهلة. كانت الجهات التنظيمية في نيويورك قد أعلنت إغلاق بنك سيجنيتشر، وذلك في ثاني حالة إفلاس لبنك في غضون أيام. قالت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك إنها استحوذت على بنك سيجنيتشر وألحقت صفة المستلم بالمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع. قالت الإدارة في بيان لها إن الودائع لدى بنك سيجنيتشر بلغت حوالي 88 مليار و 59 مليون دولار في المجمل حتى يوم 31 من ديسمبر. أكد البنك المركزي المصري أنه لا يوجد أي تداعيات سلبية على القطاع المصرفي المصري نتيجة الأوضاع المالية التي يتعرض لها بنك سيليكون فالي الأمريكي، وذلك نظرا لعدم امتلاك البنوك المصرية أي ودائع أو توظيفات أو معاملات مالية لدى سيليكون فالي. تتواصل بالكويت اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي والتي تأتي في إطار متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الإعلام العرب خلال الدورة العادية 52 التي انعقدت بسبتمبر الماضي في القاهرة. تتناول الاجتماعات العديدة من الموضوعات التي المهمة للشأن الإعلامي العربي، خصوصا في ظل الأحداث والتطورات العالمية وما يوازيها من تيار وسائل التواصل الاجتماعي بما يحمله من تحديات اجتماعية وأخلاقية تتطلب التوصل لاستراتيجية إعلامية تتناسب وحجم المخاطر الماثلة أمام الدول العربية وبما يساعد على توحيد الرؤى للوصول إلى قدر أعلى من المصداقية. تعد فعاليات اللجنة الدائمة للإعلام العربي آلية محورية لمتابعة العمل الإعلامي المشترك والاطلاع طبقا لمقتضيات النظام الأساسي لمجلس وزراء الإعلام بخدمة القضايا العربية وإلقاء الضوء على تنوع وثراء الموروث الحضاري العربي عبر مختلف وسائل الإعلام ودراسة الاستراتيجيات والخطط المحالة إليها لتدعيم إمكانات التعاون والتكامل وتبادل الخبرات. أتوقع أن هناك تحديات كبيرة جدا في هذا الوقت، وهناك انتشار لقنوات إعلامية كثيرة مختلفة سواء كانت أجنبية أو عربية. نحتاج في هذا الوقت حاجة ماسة من المنظمات الإعلامية والاتحادات ووزارات الإعلام العربية أن تتوحد على خطة استراتيجية تكون هي منطلق هذه المنظمات، حتى تكون رسالة عربية مشتركة قوية واحدة وتتبنى قضايا مشتركة تخدم الجميع.
تأكيد على أهمية استمرار الجهود المتواصلة لإعطاء الإعلام العربي مزيدا من الزخم وترسيخ لرسالته النبيلة في التوعية المجتمعية وصناعة الرأي العام وتعزيز العمل الوطني التنموي. يحتاج الإعلام لتسخير وتوفير كل ما يحتاجه الإعلام من المادة، من الكوادر الفنية، من القرارات التي تسهل من عمل الإعلاميين على أرض الواقع. يجب أن تكون حرية الرأي وحرية التعبير هي المنطلق الأول أو المرتكز الأول الذي يعمل من خلاله الإعلامي. يجب أن تسهل كل المهام للإعلاميين لإيصال الصوت العربي ولإيصال القضايا العربية بشكل محترف. أيضا تأكيد على رسالة الإعلام في الدفاع عن المصالح والحقوق العربية وفي صدارتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. اجتماعات اليوم اجتماعات جدا فاعلة لأنها ركزت على القضية الأولى للعالم العربي، القضية الفلسطينية، حيث تم طرح ما يتعرضه الأهل في فلسطين من معاناة أمام احتلال غاصب، احتلال كل يوم يؤسس لمنهجية جديدة لتهويد القدس، لتهجير الشعب الفلسطيني، وللإعلام دورا كبيرا في نشر هذه الرسالة إلى العالم. وقد شهد اجتماع اللجنة نقاشات حول أهمية الاستراتيجية الإعلامية العربية والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة والتحرك وفق مقاربة تشاركية ينخرط فيها كافة الشركاء من مؤسسات تنفيذية ومنتخبة ومجتمع مدني واتحادات مهنية من أجل تحسين الواقع المعيشي أولا وأخيرا للمواطن العربي. تعدد القضايا والتحديات الراهنة في المنطقة يجعل أهمية التنسيق والتشاور في مجال الإعلام العربي أمرا لا مفر منه لمواكبة الأحداث اليومية والتطورات المتسارعة بما يدعم الأمن والاستقرار. أمل الحناوي، القاهرة الإخبارية، الكويت. أشارت هاجر الشرايب ممثلة الإعلام برئاسة الحكومة التونسية في لقاء خاص مع القاهرة الإخبارية أن الإعلام يحمل مسؤولية كبيرة تجاه أو في مواجهة الإرهاب ودعم جهود الدول في محاربة الفكر المتطرف، وشددت على أهمية أن يكون الخطاب الإعلامي العربي موجها لهذه القضية. لو تحدثيني عن أهم الملفات والمقترحات المطروحة لدعم وتعزيز يعني الأجندة الإعلامية في مواجهة نشر المعلومات المغلوطة. بالضبط، الدورة الحالية للجنة دائمة للإعلام العربي بصدد تناول مواضيع آنية في غاية الآنية، اللي هي التصدي لخطاب الكراهية، التصدي للأخبار المغلوطة والزائفة والإشاعات، التصدي كذلك وضع استراتيجية موحدة للتعامل مع شركات الاتصال الدولية، وهذا مهم، وهي مواضيع نحن معناها آنية ومهمة. ما هو دور الإعلام في مواجهة ظاهرة الإرهاب؟ الإعلام له مسؤولية كبرى. مثلا تونس تعرفون أنها عانت من الإرهاب في السنوات الأخيرة، والإعلام التونسي مثلا على سبيل الذكر لعب دورا كبيرا في التصدي وفي دعم جهود الدولة التونسية للتصدي لهذه الظاهرة. قمنا بدورات تدريبية، مثلا قمنا بدليل إجراءات في كيفية التعامل مع الإرهاب، وكان الإعلام سندا لجهود الأمنية والسياسية للتصدي لهذه الظاهرة. وبالنسبة للمستوى العربي، مهم جدا أن يكون خطابنا واحد، وأن تكون الكراهية يعني خطاب العنف والإرهاب والكراهية إلى آخره ليست وجهة نظر، هي يجب أن تكون لنا خطاب موحد تجاه هذه الأفات، هي أفات يعني. كيف يمكن دعم وتعزيز العمل الإعلامي لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية؟ مثلا من المطروح الآن ضمن هذه اللجنة طرحت منذ الدورات السابقة ونحن الآن بصدد تعزيزها وضع منصة عربية ومنصة للرصد والتثبت ومحاربة الأخبار الزائفة، وكذلك
تحسين صورة البلدان العربية اللي هي صورة واحدة، والابتعاد بها عن الصورة النمطية، صورة العربي الإرهابي، صورة هذا ما نحن بصدد القيام به. أكد فريد أيار الأمين العام لاتحاد وكالات الأنباء العربية في لقاء خاص مع القاهرة الإخبارية، أكد أن اللجنة الدائمة للإعلام العربي تبحث العديد من الأمور المتعلقة بتنظيم الإعلام العربي. وقال أيار إن الإعلام يحتاج إلى تطور التكنولوجي لتطويره بما يخدم الوطن العربي. دكتور، كيف تقيم اجتماع اليوم؟ اجتماع اليوم هو جزء من اجتماعات تقوم بها جامعة الدول العربية لتنظيم العمل الإعلامي العربي. الآن اللجنة الدائمة للإعلام العربي ستبحث في هذه الاجتماعات اللي قائمة في الكويت العزيز الكثير من الأمور المتعلقة بتطوير العملية الإعلامية، وهناك الكثير من الدراسات والبحوث ستناقش وتؤخذ بها قرارات ترفع إلى مجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقده بالقاهرة منتصف هذا العام. ما الذي يحتاجه الإعلام لكي يقوم بدوره بالشكل الكامل؟ يحتاج كل شيء الإعلام. الإعلام يحتاج الصراحة والحرية وما يتعلق ذلك من أمور عديدة، منها تطور الأمور التكنولوجية في مؤسسات الإعلام العربية. كل هذه مجموعة يمكن أن تؤدي إلى إعلام متطور وصادق وحر. مع تزايد التحديات الراهنة، هل الإعلام قادر على مواجهة هذه التحديات؟ نعم، بالثقة بالنفس وبالقوة التي يجب أن نعمل بها قادر على أن يتصدى ويتصدى لمثلا الأخبار الزائفة وما ينشر عن الدول العربية في سبيل الوصول إلى الحقيقة التي نبغاها. من جهته، أكد نصر الدين أحمد ممثل الإعلام والثقافة للسودان أن الاجتماع يهدف إلى وضع استراتيجية إعلامية عربية لمواجهة تحديات الإعلام ووضع خطط واستراتيجية لمحاربة الشائعات وخطاب الكراهية وتوحيد الخطاب الإعلامي العربي نحو الاستقرار والسلام بالمنطقة. وأشار أيضا إلى ضرورة وضع تشريعات خاصة بالإعلام الإلكتروني الذي بات يمثل أهم التحديات، مع ضرورة ضبطه وتوجيهه للبناء والإعمار. بدعوة كريمة وبمبادرة من دولة الكويت تنتظم في هذه الأيام اجتماعات قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، وتهدف إلى وضع استراتيجية عربية إعلامية عربية لمواجهة تحديات الإعلام وتحديات التحديات المختلفة، وسوف نعمل على وضع خطط واستراتيجيات متعلقة بالاستراتيجية الإعلامية العربية وخطط لمحاربة الإشاعات وخطاب الكراهية والمحاولة لتوحيد الخطاب الإعلامي العربي لحد ما، وتجنب المشاكل والأخبار الضارة، وكذلك من أجل وضع استراتيجيات والتشريعات للإعلام الإلكتروني الإعلام الحديث الذي يشكل تحديا كبيرا للعمل الإعلامي بصورة عامة. أهم أهداف هذه الاستراتيجية وتفعيلها في تناول القضايا المتعلقة بالعمل الإعلامي في العالم العربي. نعم، وفي الوقت الحالي من أهم التحديات هو ما يتعلق بالإعلام الحديث وطريقة ضبط الإعلام الحديث ووضع كما ذكرت تشريعات تعمل على تنظيم هذا الإعلام وعمل جمعيات وروابط لتقنين العمل الإعلامي بصورة عامة، وكذلك الخطاب الموجه للخارج ومحاولة عدم يعني إثارة المشاكل، والعمل على يعني وضع خطة استراتيجية إعلامية شاملة وهادفة تعمل على يعني الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة وكل الإقليم. يعني يشارك العديد من الدول العربية 21 دولة، كيف ترى هذه المشاركة مع المنظمات الدولية المعنية بالعمل الإعلامي التي تأخذ صفة مراقب بالجامعة العربية، أهمية هذه المشاركة وجدواها؟ هذه الفعاليات
لابد أن تجمع كل الجهات المعنية بالإعلام وبالاتصال، حيث من أجل يعني الوصول إلى تفاهمات مشتركة متعلقة بالعمل الإعلامي وترشيد العمل الإعلامي وتوجيهه نحو البناء والإعمار. أوقفت السلطات الأمريكية مئات المهاجرين الفنزويليين الذين حاولوا دخول البلاد بشكل جماعي. حاول المهاجرون اختراق المعبر الذي يربط بين الولايات المتحدة والمكسيك للمطالبة بالحصول على اللجوء إلى أمريكا، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل. إلى هنا نصل لختام هذه النشرة، لم يتبقى سوى التذكير بالعناوين. الدفاع الروسية تعلن مقتل 420 جنديا أوكرانيا وتدمير 5 مركبات ومدفعي هاوتزر. الرئيس المصري ورئيسة وزراء الدنمارك يؤكدان عزمهما تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر. شباب الأطباء ببريطانيا يتظاهرون للمطالبة بتحسين الأجور، ومطارات ألمانيا تصاب بالشلل جراء إضراب عمال الخدمات الجوية. ختام النشرة، لكن دوما بإمكانكم متابعة المزيد عبر زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.net، ومتابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. كذلك يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 رأسي. كما يمكنكم أيضا تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أب ستور أو جوجل بلاي، أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. هنا القاهرة عاصمة الخبر، إلى اللقاء.